السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من أخذ دينا من أخ له وقد مات أخوه وقبل موته قد حلل المدين. نعم، من أخذ، يقول السلام عليكم: من أخذ دينا من أخ له وقد مات أخوه وقبل موته قد حلل المدين، فهل يرجع المبلغ للورثة أم تبرأ ذمته؟ ينظر في حالة المريض يوم يحلل المدين أو يبرئ المدين، هل هو في حال صحته وعقله أو أنه في حال مرضه المخوف وفي مرض الموت. إذا كان الإنسان في حالة مرض الموت لا يصح له تبرع ولا إبرة ولا شيء، فليحجر عليه. أما إذا كان فعل هذا في صحته وتمام عقله وهي فيه شهود يشهدون على هذا، فإنه يبرأ بذلك. نعم.